زي ما شفنا قدامنا تقرير عن نجمنا عن نجم كبير معنا كابتن إيهاب عبد الرحمن. فعلا كلنا طموح معاه وامل في اللي جاي، لكن عايزين نسترجع معاه شويه حاجات سريعه عشان نخش على الاهم. كابتن إيهاب، اكيد لازم نرجع لنقطه الايقاف، مش هنتكلم عليها، لكن نقطه الايقاف حسيت بايه ساعتها بالظبط، ساعه ما توقفت؟ والله طبعا حسيت الدنيا سودت قصادي وكل حاجه وقف قصادي، بس ما اعرفش انا حاجه جت على بالي ان هو لا الحمد لله اكيد في حاجه هتحصل. وانا مشيت ورا كل حاجه عشان اثبت ان انا ما اخدتش حاجه، ورحت وجيت وحاولت ان انا اقول انا فعلا ما اخدتش حاجه، عشان انا فعلا ما اخدتش حاجه، هي غلطه. اتضح انها غلطه، عرفت ان السبب غلطه في حاجه معينه. انا غلطت ان انا ما كنتش بتابع او ما كنتش برجع للنادي المصري فيها. والحمد لله خلاص انا اتعلمت من حاجه دي، بس بعد كده بقى بدات اللي هو خلاص بقى الحمد لله، بس مش هقف حياتي عند الحته دي بالذات، لا انا هكمل وهتمرن واكيد هرجع، ولازم لما ارجع لازم ارجع ابقى احسن من الاول ان شاء الله، ما ينفعش ان انا ارجع لسه ابدا من الصفر تاني. فكملت واتمرنت والحمد لله ربنا كرمني وادينا ورجعت الحمد لله. عندك نقطتين، نقطه الحزن دي كانت نقطه، لكن نقطه الفرحه الكبيره برجوعك طبعا مره ثانيه. احكي لي تلقيت الخبر ازاي؟ والله حقيقة وانا كنت قاعد دكتور اسامه كلمني، قال لي ان انا اكلم دكتور هناء، فكلمت دكتور هناء، فدكتور هناء قالت لي مبروك الايقاف اتشال وانت دلوقتي تقدر تلعب من يوم 20/1. الله. انا طبعا في الاول ما كنتش مصدق بصراحه، بس انت اخر مره قلت لي احنا لسه بنتكلم في شهر 4 بالظبط بنحاول. ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا كنت يعني انا كان كل طموحي واملي ان انا ارجع في شهر 4 بالظبط، انما انا دلوقتي فجاه لا الوقف اتشال خلاص، المده اتشالت، انت دلوقتي تقدر تلعب من اول شهر، من اول 20/1 او 21/1 انت خلاص دلوقتي حر تقدر تلعب. فبصراحه انا بشكرهم على الهواء دكتور اسامه ودكتور هناء، بصراحه بذلوا مجهود خرافي خرافي، وطبعا باشمهندس هشام ومع الوزير والنادي الاهلي طبعا اللي دايما يعني واقف جنب اللعيبه، لعيبته ولاده، ومن غير تفاصيل يعني، من غير ما بيقول يعني دايما، وده دعت النادي الاهلي هو بيشتغل في صمت، هو دايما دوره كبير ودايما شغال ودايما ما بيسيبش لعيب من لعيبته او ابن من ابنه ولا اي حد عرق للنادي يعني. حسيت في الازمه دي ان النادي الاهلي جوه بيتك طبعًا. انت يعني جوه البيت طبعًا. الكبير النادي الاهلي طبعا طبعا. بص والله حقيقة على حاجه، انا النادي الاهلي من يوم ما توقفت لعندي النهارده وانا مش حاسس ان انا يعني بعت يعني، هم على طول موجودين معايا، هم على طول دايما متابعه في التمرين، متابعه في كل حاجه، دايما في ظهرك، دايما بيساعدك، مجهود جبار، الناس كلها هنا، ما فيش حد بيسيب لاعب زي ما قلت لحضرتك عرق للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما واقف جنب اولاده، النادي الاهلي دايما بيساعد، بس مش لازم يقول، النادي الاهلي عمره ما قال انا بعمل، النادي الاهلي على طول بيعمل من غير ما يقول. فدي يعني انا بشكر النادي الاهلي، بشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم، بشكر العميد مرجان اللي بصراحه زي ما قلت وهقول زي ما قلت قبل كده ارجع اقول بصراحه اخ كبير لينا كلنا، من اول يوم لعند اخر يوم متواجد معانا، اتصال، مساعده، اي حاجه ما بيبخلش علينا باي مساعده خالص. انا بشكرهم كلهم طبعا، كابتن ياسر داوود طبعا يعني أكيد. الجهاز اللي تعبان معانا على طول يعني، فاحب اشكره طبعا على الفتره اللي فاتت دي كلها.